حياة أفضل وأطول، جسم أرشق، شعورا بالرضا، هذا ما يبحث عنه الجميع. لكن كل ذلك يمر بالتغذية، وكل يوم هناك فكرة جديدة ونظرية جديدة. بالفعل، دراسة أمريكية جديدة نشرت في موقع إكسبرس تقول إن الحد من تناول الطعام لفترة أطول وتأخير الإفطار حتى الظهيرة ربما يمنح الإنسان عمرا أطول بعشرين عاما. لكن هذه الدراسة تجد من يعارضها كالعادة، ففي بحث آخر لفريق طبي في جامعة جونز هوبكنز وجد العلماء أن الصيام المتقطع وهو الاسم المعتمد لهذا النوع من الحمية يفشل في الكثير من الأحيان بالمساعدة على إنقاص الوزن. الدراسة الصادمة هذه وجدت في النهاية أن تغيير توقيت الطعام ليس مهماً بقدر أهمية احتساب السعرات الحرارية التي يتناولها الإنسان والتي تساعد في التخلص من الوزن بفعالية أكبر. إلى لميس. ما نشره موقع إكسبرس جاء على شكل نصائح طبية من الطبيبة الأمريكية جوليا جونز، والتي تؤكد أن تأخير تناول طعام الإفطار أو ما يعرف بالصيام المتقطع هو نمط حياة يساعد كثيراً على الحفاظ على الجسم بشكل مثالي ويطيل العمر. الطبيبة جونز تؤكد أن جسم الإنسان بحاجة للراحة لنحو 16 ساعة من أجل أن يسمح للجهاز الهضمي والمسارات الخلوية الأخرى أن تنظم نفسها وترتب وظائفها. لكن على النقيض، فإن دراسة جامعة جونز هوبكنز ترى أن الصيام لا يمكن أن يكون الطريقة المثالية للجسم البشري، لأنه عند الأكل قد يأكل الإنسان بشكل زائد عن حاجته، وبالتالي لن يكون هناك أي فائدة منه. فكرة الفريق البحثي في جونز هوبكنز تقول أن الأهم من الصيام هو حساب عدد السعرات الحرارية المستخدمة في الأكل، وهي الطريقة الأفضل من أجل القيام بحمية تساعد على الحصول على وزن أقل. نادين، لو خيروك بين تأخير وجبة الفطور أو بين الصيام المتقطع أو بين تأخذي راحتك بالأكل، شو بتختاري؟ أختار الخيار الثالث. طيب أنت برأيك عن جد، مع أنه في فوائد طبية وعلمية للصيام، هل بالفعل الصيام المتقطع يفيد في خسارة الوزن؟ كل اللي عملوه نزلوا عليه فعلاً. أوكي. يعني وأنا عندي فضول أشوف بالضبط شو هي إجراءات الصيام المتقطع عشان نعمله كمان. تمام. بس أنا حابة أسمع نصايحك أنت، لأنه أنت تتمتعين ب يعني رشاقة. الله يسلمك. طيب هو وأنا يمكن هي طبيعة الدم، طبيعة الجسم. أوه. مش من النوع اللي بيسمنوا بسرعة، بس أنا كل مرة بروح وجبة العشاء. وجبة العشاء مش أوكي. الفطور، العشاء. يعني المساء يمكن فواكه، يمكن مي، بس ما بتعشى إلا إذا كنت معزومة. ما في مثل عنا بيقول إنه افطر ملك وتعشى وزير، لا تغدى وزير وتعشى فقير. أنا هيك، أنا من هالمقولة. أي أنا من هالمقولة.